المزرعة اللي أنا فيها تنتج أكثر من 200 ألف صندوق من العنب سنوياً، يعني احتمال أن أغلب موائدنا يزينها إنتاج هذه المزرعة الجميلة. لكن مين وراء قصة نجاحها والوين ممكن يوصل طموحها؟ هذا اللي أنا جيت عشان أكتشفه معكم اليوم. شجرة العنب ممكن نعتبرها من الأشجار المعمرة اللي يصل عمرها حتى 70 عام. العنب شجر مباركة وهبنا الله سبحانه وتعالى، وما كنا أبدا فيما مضى أن نتوقع أن فعلا حيكون عندنا منتج عنب أو أعناب في المملكة العربية السعودية. زراعة العنب بالقصيم اقتصاديا أنا ممكن أؤكد أنه بدأ تقريبا عام 1412. أنا كسبت يعني من طفولتي أتوقع أني ترعرعت بين أشجار العنب، أتكلم عن 25 سنة مجال خبرة في زراعة العنب من أنا صغير. الآن في الوقت الحالي يوجد أكثر من 36 مزرعة في نفس المنطقة، يعني مساحة ما تتجاوز يمكن 15 إلى 20 كيلو ممكن فيها أكثر من 36 مزرعة، وبدلا من النوع الواحد اللي هو كان نوع الطائفي الآن يوجد تقريبا أكثر من 12 إلى 13 نوع من الأعناب.